الانتماء لقطاع صحي مش لمؤسسة صحية. هذه ما عمري شفتها بأي مكان تاني زي غزة. أنا كان في واحد من الأصدقاء اللي بيشتغلوا بمستشفى العودة كان يقول لي كل ما بشوفك بحط إيدي على قلبي. التجربة الفلسطينية والتجربة اللبنانية فيها إشي مميز عن بقية حركات التحرر. صار بعد حرب 2008-2009 استثمار بالكوادر البشرية، ابتعاث أعداد من الكوادر للتخصص برا، بأنه الحصار الهدف منه إبقاء الناس بحالة برزخ ما بين حياة المنتقصة والموت الغير مكتمل. حرب ورا حرب ورا حرب، وبترجع أنت بتبدأ من أول وجديد. أنا ما بهرب من اليوم the day after، فكرة اليوم اللي بعد، اليوم الذي يتلى الحرب. دائما معاك يومين ببداية الحرب، إذا ما فتت من طريق رفح بهاي الحرب خلال أول يومين حتتسكر رفح. أؤمن أكثر باقتراب اندحار هذا المشروع. مرحبا جميعا وشكرا كثير لحضوركم. نحن سعيدين جدا، يعني على قد ما نحن سعيدين اليوم بهيدي المناسبة وبكل الندوات والبرامج اللي عم تصير هذا الأسبوع ضمن إطار أسبوع فلسطين، على قد ما نحن طبعا غضبانين وحزنانين على الإبادة المستمرة للأسف بغزة واللي ممتدة على الضفة وممتدة على جنوب لبنان. بس بتمنى أنه مناسبة اليوم تكون مساحة لنا لنفكر سوا بفلسطين بإطارة التاريخي، بإطارة الحالة وبحاضرة، وتكون كمان مساحة لنقدر نتخيل مستقبل لفلسطين وللفلسطينيين. بتشرف اليوم باستضافة الدكتور غسان أبو ستة اللي هو غني عن التعريف بس رح أعرف عليه بكم كلمة، وباستضافة صديق عزيز أحمد بيقاوي. غسان طبعا هو أستاذ فلسطيني بريطاني في علم الجراحة وجراح تجميل وترميم، أكمل تعليمه الطبي بجامعة غلاسكو ببريطانيا، وتدرب بعد التخرج في لندن. انضم غسان للجامعة الأمريكية في بيروت بال 2011 وشغل مناصب عدة، منها رئيس قسم الجراحة التجميلية والترميمية بالجامعة، وكان مسؤول طبيا لبرامج إصابات الحرب لدى الأطفال. بال 2015 شارك غسان في تأسيس برنامج طب النزاعات في معهد الصحة العالمي بالجامعة الأمريكية وأصبح مدير له. للأسف الجامعة خسرت غسان بال 2020، وقتها عاد انتقل إلى المملكة المتحدة وعمل فيها كجراح تجميلي وترميمي، ودرس بجامعة إمبيريال كوليدج بلندن وبجامعة كينجز كوليدج بلندن. وطبعا نشر بنطاق واسع أكاديمي وغير أكاديمي عن العوائق الصحية للنزاع المطول وإصابات الحرب. عمل دكتور غسان كجراح حرب بكل من اليمن والعراق وسوريا والجنوب اللبناني، وكان موجود خلال الحروب الأربعة بقطاع غزة، وطبعا آخر كان وجوده بغزة بعد 7 أكتوبر. رح يستضيف الدكتور غسان اليوم المحاور الفلسطيني أحمد بيقاوي ضمن سلسلة حلقات بودكاست تقارب يلي بتتسجل للمرة الأولى بشكل مباشر أمام جمهور. بودكاست تقارب للي ما بيعرف هو برنامج أسبوعي بناقش قضايا فلسطينية أو قضايا العلاقة بفلسطين، ومدخله الأساسي هو القصة أو التجربة الشخصية لكل ضيف أو ضيفة، لأنه أحمد بيأمن أنه السردية الفلسطينية الكبيرة هي سردية الفلسطينيين والفلسطينيات بتجربهم وقصصهم وشهاداتهم. بدأ هذا البودكاست تقريبا من 4 سنوات، وحلقة اليوم هي الحلقة 116 من هذا البودكاست. فالفورمات تبع اليوم رح يكون في تقريبا ساعة وربع من النقاش المسجل، فرح أطلب منكم كلكم تحطوا تليفوناتكم سايلنت
وإذا بنقدر نحافظ على الهدوء بالصالة. وبعد بعد النقاش يلي حتتعرفوا على جوانب يمكن لأول مرة بتعرفوا عليها مع الدكتور غسان، رح نفتح المجال للنقاش مع الجمهور. بالنهاية بس بدي أشكر زملائي وزميلاتي بالجامعة الأمريكية، بدي أشكر كلية الأداب والعلوم، برنامج المقاربات النقدية لدراسات التنمية، والنادي الثقافي الفلسطيني لتنظيم لهيدا الندوة. ورح أعطي الكلمة لرئيسة النادي الثقافي الفلسطيني بالجامعة. شكرا دكتور ريما، مش رح أطول عليكم كتير، بس حابة أرحب فيكم باسم النادي الثقافي الفلسطيني، وأرحب بدكتور غسان وأستاذ أحمد. عن جد شرف كبير لنا كتير أن نكون نحن جزء من هاي الاستضافة، لأن إحنا كطلاب تجربتنا التعليمية ما بتكمل بس إذا كنا عم نحضر صفوفنا، بس لازم نكون عم نخرط وعم نعرف شو عم بصير حوالينا بشعبنا الفلسطيني نحن كفلسطينية، وبجيراننا اللي هن للشعب اللبناني، واللي عم بصير بجنوب لبنان كمان بالطبع. مرة تانية بحب أتشكركم كتير لوجودكم معنا، والأكيد اللي نحنا هالتجربة بتخيل حتكون ترانسفورماتيف لكتير مننا، وحتكون جزء كبير من مسيرتنا التعليمية. وشكرا لكم كتير على حضوركم هون، ونترك الفلور لكم. يعطيكم ألف عافية. شكرا 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 ريما، شكرا جنى. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست تقارب. حلقتنا لليوم معكم انا احمد البيقاوي والدكتور غسان ابو سته. كل شيء بهاي الحلقه مختلف، بس يمكن الاكثر شيء خاص واكثر شيء مميز تسجيلنا لهي الحلقه في لبنان، في بيروت، في الاي او بي. على مستوى شخصي بعرف انه هذا المكان دائما كان مكان لي بيعطي وبيعلم دروس في المقاومة، في الوطنية، ودائما كان حاضر على مستوى النخب الفلسطينية والنخب اللبنانية، ويمكن كان وما زال عصي فعليا على كل محاولات مماهاته مع كتير حالات تانية أو حتى اختراقه من أيا كانت أنواعها. فشكرا للمنظمين جميعا. شغلة تانية، أنا يعني محتاجين جانب من الخصوصية قليلا، أنا والدكتور غسان، فرح نستأذنكم نخفف الإضاءة عليكم شوي عشان بس إحنا هيك نسكر الباب على حالنا. وشكرا. إذا طارق بنفع نجرب نطف الضوء شوي، هو المفروض طفاه لحاله من غير ما أنا أحكي. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بيك أبو سليمان. الله يخليك. بالعادة بندوكاش أبو سليمان بالإعلام. لا طيب، هاي أول مرة. أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك. بالعادة في تقارب بجرب أتجنب كل التعريف اللي حكته ريما قبل شوي، لأنه هذا موجود على جوجل وعادة الناس بتعرفه وحافظته مهم، بس أنا بفضل دايما حشري شوي وبحب أطلع من النشأة. فنشأتك كما لم ترويها من قبل؟ لا، هي نشأة يعني العائلة، عائلة والدي هي عائلة نزحت من بير السبع ب 1948 وانتقلت لمخيم خان يونس. الوالد كان من الجيل المؤسس بالخليج، انتقل على الكويت ب 1953، عمل كطبيب وظلوا يعمل بالكويت وينتقل لبريطانيا للتخصص وبعدين يرجع على الكويت. العائلة كانت منغمسة بالعمل الوطني ما قبل 1948. عمي عبد الله الله يرحمه، أخو والدي الكبير، كان من قادة ثورة 1936، استشهد بأحداث الجرش بأيلول الأسود. عمي اللي بعده إبراهيم كان من مؤسسين منظمة التحرير مع أحمد الشقيري. وعمي الثالث حامد أبو نضال كان باللجنة التنفيذية. فكانت العائلة من هاي الناحية مرتبطة بالعمل الفدائي.
وكانت النشأة بالكويت. الكويت كان كتير منفتحة على الحالة الفلسطينية، كان في تقريبا 500,000 فلسطيني، وكان في قدرة على التعبير عن الهوية الفلسطينية. الوالدة من بيروت، من المصيطبة، ولدت بالكويت وتربيت بالكويت. المدرسة الابتدائية كانت مدرسة اسمها دار الحنان، تديرها سيدة فاضلة اسمها سلوى أبو خضرة، اللي هي كانت رئيسة اتحاد المرأة الفلسطينية، وكانت عضوة أظن بالمجلس الثوري لحركة فتح. فكانت مدرسة أكثر تسيساً من المدارس الثانية، كان التعبير عن الهوية الفلسطينية فيها جزء من التعبير اليومي. وبعدين بعد المدرسة الابتدائية انتقلت لمدرسة إنجليزية، وبقيت بالكويت لحديت ما خلصت الدراسة الثانوية وانتقلت لسكوتلندا. ضربوا ستة، ليش منتشرين بكل مكان؟ ليش فاعلين في القضية الفلسطينية بزيادة يعني ما بين قوسين؟ هو مش يعني كلش، هو جزء من هالشعب الفلسطيني بالنهاية. كل عائلات فلسطين ترسم تاريخها كمرتبط بأحداث اللي أثرت على شعبنا، بس بنفس الوقت في بيصير في زي الإرث العائلي اللي بيصير جزء من الجو المنزلي، بيصير جزء من التحفيز، خصوصا لما الواحد بيكون بسنين المراهقة وعم بيحاول يكتشف مين هو وإيش بده بهالدنيا. فأنا برأيي بتخلق ديمومة بالارتباط بالقضية. تذكر شخصيات محددة بالعيلة اللي حفزتك أو ألهمتك؟ يعني الحاضر الغائب كان عمي عبد الله، كان من زي ما حكيت من قادة ثورة 36، من القادة اللي حرروا بئر السبع على مدى سنة ونص خلال ثورة 36. بعد 48 من أول نظموا العمل الفدائي من قطاع غزة للداخل الفلسطيني، وبعدين انتقل على الأردن وكان بنظم العمل الفدائي من جنوب الأردن لفلسطين. كان أولاد عموم بالسجن خلال الطفولة، جزء منهم كان يطلع من السجن ويجي على الكويت ليكمل دراسته. فكان كل هذا مرتبط ب يعني الأحداث اليومية للعائلة كانت مرتبطة باللي عم بيصير بفلسطين. بجانب تاني من 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 التعريف، وحدا مثلك اليوم مثقل بالتعريفات والأوصاف والمسؤوليات الكتير كبيرة، وبتختارش فعليا شو الناس شو تعرفك، شو التعريفات أو الأوصاف اللي ما بتحبها أو بتستثقلها؟ تعرف ما فيش تعريفات. يعني هذيك اليوم في إجا إيميل المناضل هذا، فبتذكرك بتعريفات منظمة التحرير بالسبعينات يعني، ومضحك ما كانش في إيميل بس إنه 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 لما حد يقول لك المناضل بتتذكر الناس اللي لابسة بدل السفاري وبتحضر مجتمعات طول النهار. هي بالنهاية خيارات، عدة خيارات بتأديك لنقطة محددة، بتحاول إنه ما تخلي هاي النقطة تكون هي المحدد لحياتك لتقدر تنتقل منها لخيارات أخرى على نفس الخط اللي اخترته لحياتك يعني. بس كمان مع مرور الوقت بتزداد المسؤوليات وبتزداد هيك الأوصاف أو الألقاب اللي بتشكل ثقل عليك، وانت حدا فعليا مش عارفين
يعني الواحد بيحجز ساعتين معك وبتكون بعدها انت بعد اللقاء هون عندك لقاء تاني وقبله كان عندك اشياء تاني، فبشعر بمحل انه الطبيعي انه انت يعني متعب او مرهق او مثقل، بس بنفس الوقت من مكان تاني بشعر جزء من هذا التعب بكون نتيجة توقعات كثيرة. يعني انت مجرد الوصف تبع حضر كل حروب غزة، بجوز الحرب الجاي بعيد الشر انه ليش ابو سليمان مش موجود. انا كان في واحد من الاصدقاء اللي بيشتغلوا بمستشفى العودة كان يقول لي كل ما بشوفك بحط ايدي على قلبي، انه بعرف انه في كارثة حتيجي على البلد. فهذا شوف هو يعني بعد هو دائما الإحساس بالتقصير تجاه كم الهائل من التضحيات يعني طول الوقت. يعني أنت كفلسطيني بتحس إنه في قدامك جبل من التضحيات، قد ما عملت أنت مقصر. يعني أنت شو بتعمل مقارنة بعوائل الأسرة اللي بتصحوا على 4 الصبح لتركب بص، هي عمرها 70 ولا 80 سنة لتركب بص الصليب الأحمر لتروح لزيارة مرة بالشهر من وراء الأزاز. يعني شو بتعمل شو أنت هذا اللي عم تعمله مقارنة باللي عم بتشوفه؟ فبتضلوا هذا الإحساس بالوهرة قدام هاي التضحيات هي اللي بتخليك دائما حاسس انك انت يعني مقصر. بس ليه هذا الشعور موجود عندك؟ يعني انا بفهم الناس اللي اليوم فرضا في حدث كتير كبير عم بيكون موجود وهي قاعدة او مش عم تتحرك فبتسلل لها هذا الشعور وبعدين بتمكن منها العجز، بس انت مش عم تقعد. يعني مش عارف انه امتى ممكن يكون في الحيز او الوقت اللي تشعر بحالك انه انت مقصر قدام اشي تاني. ما هو مش ما بتقعد مشان ما يفوت يتسلل لك هذا يعني الهروب الى الامام من هذا الشعور بالتقصير هو اللي بيدفعك لانه تضلك تتحرك لقدام. وبنفس الوقت بيصير في عندك احساس بالواجب اتجاه يعني مش بس بهاي الحرب، بكل الحروب وما بين الحروب. يعني ما بين الحروب دائما الواحد كان بيحس حاله انه بينغمس اكثر بالعمل الاغاثي والعمل الطبي التطوير للعمل الطبي، لانه في احساس بالمسؤوليه تجاه رفاقك اللي انت بتشتغل معاهم بهاي الحروب وبتعرفهم بتعرف عيالهم، وبين كل حرب وحرب بتشوفهم. فبتحس انه اذا بعد الحرب تقدر تشتغل على موضوع تحسن بظروف العمل او تحسن باحساسهم بقدرتهم على تقديم الخدمة اللي هن بدهم يقدموها، بتصير كمان هذا الدافع الثاني. طب أنا إذا بدي أرجع للقصص الأولى اللي شكلت علاقتك مع فلسطين وحولتها لعلاقة فاعلة زي ما إحنا قاعدين بنشوفها اليوم، وفي كل حلقة فعلياً أنا بضل أحفر مع كل ضيف وضيف لحد ما أوصل للقصة الأولى اللي حولت برواز على الحياة ولا مفتاح عودي ولا حنظلة وإحنا صغار لقصة، ففي كف بسميه أنا حنظلة إجا لما كنت كبير يا العمر كله بس الكف الأول بحياتك اللي أكلته سواء أنت أكلته أو شفت حدا بوكله اللي حولك لأكثر خصومة مع الاحتلال أو أكثر مناصرة لفلسطين، نقدر نرجع له المشهد الأول؟ المشهد الأول كان تل الزعتر. أذكر تل الزعتر بالرغم من أنه يعني 76 كان عمري 7 سنين، بس أنا أذكر لأنه المدرسة كانت كتير مسيسة أحداث حصار تل الزعتر وبعدين مجزرة تل الزعتر وهول مجزرة تل الزعتر اللي هي كانت أول مجزرة كبيرة بهذا الحجم بيتعرض لها الشعب الفلسطيني. أنا برأيي هي هاي، وبطريقة كمان هي كانت بداية الخط بالمقاومة الصحية والطبية. يعني
يعني مع أقل الزعتر إجت قصة الدكتور يوسف العراقي والدكتور محمود اللبدي اللي كانوا طبيبين شابين بالمستشفى الصغير اللي بالمخيم اللي صمدوا خلال أشهر الحصار تاع تل الزعتر. فيعني أنا برأيي هي كانت تل الزعتر الخطوة الأولى. وبعدين بعدها أول مظاهرة اشتركت فيها كانت ضد كامب ديفيد بال79، كان عمري 10 سنين. وبعدين إجا الاجتياح وسنين وصيف الاجتياح وحصار بيروت بال82. إذا بدنا نرجع كيف تطورت عندك المفاهيم المشاعر يمكن حتى أكثر من مرحلة لمرحلة، بقدر أرجعك للمشاعر الأولى؟ أنت عادة لأنه بتقفز لعند الاجتياح. هي لأنه هي كانت صيف قاسي، يعني لأنه أو حدث ارتبط بالنسبة لي بعمر 13 اللي هو الوعي السياسي، كان بمرحلة التطور أو صار في نقطة اللاعودة. بس اسمح لي إذا بدي أرجع لتل الزعتر والشعور من هناك بالأول، إنه شو علمت فيك أو شو الشعور اللي ضل معك؟ أنا برأيي اللي علق الشعور اللي ضل معنا هو الإحساس بالتهديد، وإحساس بعظمة هذا الشعب. يعني صمود تل الزعتر على 90 يوم، صمود المقاتلين، صمود الأهالي بتل الزعتر. أنا أذكر يعني أذكر بعد المجزرة محاولاتي لألاقي كتب من مؤسسة الأبحاث الفلسطينية، مركز الأبحاث الفلسطينية عن تل الزعتر، وقراءة كل ما بقدر أقرأ عن هذا. هو إحساس إنه هذا شعب جبار. وبحالة كام ديفيد؟ الغضب والإحساس بالخيانة والخديعة لأول مرة يعني. والاجتياح؟ الاجتياح هو كان كمان ارتبط بدور القطاع الصحي بالصمود. كان أسطورة أطفال الأر بي جي اللي كانوا سنهم يعني أكبر مني بسنة أو سنتين، وكيف أنت كمراهق بتتعلق بهاي الفكرة. وكان كمان بداية وعي لفشل تجربة منظمة التحرير وفشل قيادات منظمة التحرير. يعني سردية منظمة التحرير ما بعد الخروج من بيروت وبعد مجزرة صبرا وشتيلة حتى على 13 ما كان إلها معنى. إنه طب كيف الدبابة وصلت لخلد خلال أسبوع يعني. فكل هاي المشاهد، بس بنفس الوقت كمان عظمة هذا الشعب، الصمود الفظيع الأسطوري على مدى 88 يوم. أنت بتحكي لي بوقت مبكر يعني اكتشفت أنه منظمة التحرير، أو بلشت تتواصل وتشعر أنه منظمة التحرير مش الجسم؟ بديت أحس أنه منظمة التحرير فيها إشي معطوب بنيوي. ما كنتش يعني، كان الواحد بدل الوعي السياسي يتكون وياخد آراء الآخرين، بس أنه فكرة الانهيارات اللي صارت بجنوب لبنان كانت بدت توصل. يعني يمكن لأنه كان المجتمع الفلسطيني كتير يعني نص مليون شخص، وكتير كان في حرية للنقاش أكثر من أي مكان تاني بتواجه فيه الفلسطيني. طب وإذا بدي أكمل بس ببيروت بلبنان، ودي أتجاوز شوي نقاش الطب، لأنه واضح لي أنه قصتك مش كتير مغرية باختيارك للطب في السنين الأولى. بس إذا بدي أحكي على تجربة الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، كيف كنت تشوفها في حينها؟ لا، كنت أشوفها كجزء أساسي من الجزء المضيء.
يعني نضال الصحي اللي كان الهلال الأحمر الفلسطيني جزء منه كان بالنسبة لي جزء مضيء من تجربة منظمة التحرير بلبنان، وصمود الأطباء والمستشفيات والمستشفيات اللي كانت تنتقل بعد قصف الإسرائيلي، ومستشفى البربير والمقاصد ودورهم، كان كل هذا بالنسبة لي جزء من الجزء المضيء لهذا الصمود. يعني ممكن تحكي لي عنها كنموذج من كيف كنت تشوفها وكيف اليوم بنشوفها بأثر رجعي، نموذج لإنشاء مؤسسات صحية تحت احتلال أو تحت استعمار؟ هو شوف، بدون شك التجربة الفلسطينية والتجربة اللبنانية فيها إشي مميز عن بقية حركات التحرر الفلسطينية، حركات التحرر العالم الثالث، أكثر من جنوب أفريقيا وأكثر من أمريكا اللاتينية، بعلاقة الطب والطبابة والنضال الصحي بحركة التحرر. يعني فلسطينيا إذا بدك تقارن منظمة التحرير بالمؤتمر الوطني الأفريقي الاي ان سي، الاي ان سي ما كان في جسم طبي زي نقابة الأطباء الفلسطينية والهلال الأحمر، كانوا جزء محوري من كل مؤسسات منظمة التحرير. ما كان يعني كان هلا الجانب الآخر إنه اللي كان قوي بنضال جنوب أفريقيا هن النقابات، واللي كان الجزء الضعيف بالنضال الشعب الفلسطيني ولا يزال هو دور النقابات. ولكن الهلال الأحمر إجا بمرحلة، يعني كان في بدايات قبل الهلال الأحمر اللي هن العيادات المجانية اللي كانت بمخيم الوحدات وكانت بمخيمات الفلسطينية بكل مكان، وبعدين تحولت للهلال الأحمر الفلسطيني. وقبلها يعني بدت مع الهلال الأحمر، وبنفس الوقت كان في إشي اسمه اللجنة الصحية لحركة فتح اللي هي أدارة مستشفى الأشرفية بأيلول الأسود. وبعدين تحول هذا خلال السبعينات، تحول الهلال الأحمر لحديت يعني ليلة 4/6/82 كان في 90 مستشفى ومركز طبي للهلال بلبنان. فهاي التجربة أنا كنت بشوفها كتجربة تعبوية أساسية، وهي دليل على كيف التنظيم النضال الصحي أداة تعبوية بتفوق كل الأدوات الثانية التعبوية لتعبئة الجماهير لمشروع تحرري، وكانت أحد أدوات الصمود. واللي احنا شفناه بغزة، قرار المستشفيات برفض تهديد الإسرائيلي بإخلاء المستشفيات، أنه ما تخلي، لأنه الإخلاء هو إخلاء المستشفيات هو جزء لا يتجزأ من التطهير العرقي. هذا الارتباط موجود بالاثنين. علاقة النضال الصحي، وخلال الانتفاضة الأولى، يعني خلال الانتفاضة الأولى كانوا لجان العمل الصحي ولجان الأغاثة الطبية هن أدوات أساسية بالتعبئة الشعبية ضد بالانتفاضة. طيب أنا محتاج أوضح بس هون أبو سليمان، إنه أنا لأنه بعرف إنه إجاباتك على سؤال الطب فحكيت إنه مش ملفت، بمعنى إنه في هذا نمط العائلة الفلسطينية اللي بتحب ابنها يكون عنده طبيب أو مهندس، فكنت بجرب أدور على إنه أنت لسه طبيب آخر يعني فقفزت القفزة هذه بس للتوضيح يعني. بس أنا إذا بدي أحكي بتجربة الهلال الأحمر، كانت واحدة من التجارب أو اللي ألهمتك وخلت نموذج الطبيب هو غير النموذج التقليدي للطبيب. في نماذج تاني بمسارك كمان ألهمتك؟ في أفراد يعني زي ما حكيت الطبيبين الشابين اللي كانوا بتل الزعتر، وبعدين لما الأطباء اللي كانوا ب 82 هون، وبعدين لما صرت بكلية الطب لقائي مع الدكتورة سويانغ اللي هي كانت جراحة عظام وكانت ببيروت ب 82
وكانت بصبرة وشتيلة بأيام المجزرة، وبعدين اشتغلت بالأهلي المحمداني بغزة بالانتفاضة الأولى كدكتور كريستيانو اللي هو كان بشتيلة وقت حرب المخيمات. فبتلتقي بهذه الشخصيات اللي هي جزء أساسي من هذه السردية. يعني مسارك زي ما هو واضح أنه المحفزات أو الأشياء اللي ممكن تلهمك أنك تكون طبيب مختلف مشتبك أكثر مع قضايا شعبك، بعتقد أنه بتقل مع الوقت. أو هيك المفروض، هيك الوالدة كانت تتأمل، هيك الوالدة كانت تتأمل. بس كمان أنت فعليا يعني أفشلت آمال الوالدة، خليني أقول. بس في كتير يعني فعليا ما أفشلوها، بمعنى أنه الطب بيعمل مصاري، الطب الناس تدرس عشان تطلع برا. صح. الطب الناس بقولوا انه بدنا نتعلمه في البلد عنا عشان يطلعوا، وين بده يعمل امتياز وين بده يعمل التخصص. وبالنسبه لي هدول الناس اللي بضلهم يدرسوا وبخلصش، فهو ما عنده وقت يفكر او يعمل اسره، هيك بصور تقليديه ما عنده وقت يعمل اسره يهتم بقضايا ما وكذا. ودائما في نقاش وعتب على حتى مستوى الاحتكاك بنقابات الاطباء، خليني احكي بفلسطين بالقضايا العامه. ومن مكان تاني كمان، في بمنطقة 48 إقبال كبير على دراسة الطب، ولكن البعض بشوفه بشكل سلبي، بمعنى أنه أنت قاعد بتنخرط أكتر داخل تخصصات علمية، بتدخل داخل مؤسسة الاحتلال، مؤسسات الاحتلال، وبتنخرط فيها، بصير صعب عليك تطلع منها أصلاً. فبالنسبة لي مش قادر أفهم اليوم مستوى أصلاً يعني قدرة التنظيمات أو قدرة الحالة العامة الفلسطينية أو حتى الحالة العامة العربية على تخريج أجيال من الأطباء اللي بنخرطوا بحياتهم العامة وبدرسوا شو البلد بتحتاج، مش شو التخصص اللامع في أمريكا أو بريطانيا. هو شوف، غياب مشروع وطني، يعني إحنا بعد 88 89 انتهى المشروع الوطني الفلسطيني، واجت بعده مدريد، وبعدين اجت بعده أوسلو. فكمشروع، مشروع شامل كامل، كان يرى الجزء اللي بيلعبه المعلم، والجزء اللي بيلعبه الطبيب، والجزء اللي بيلعبه الرسام، والجزء هذا كان جزء أساسي من خطاب منظمة التحرير لحديت نهاية الثمانينات. وخلال الانتفاضة الأولى ببداياتها، قبل ما توقد الانتفاضة الأولى بأوائل التسعين يعني. فغياب هذا المشروع وفشل كل التنظيمات أنه تخلق التعبئة المجتمعية اللي مطلوبة لحديت هلأ، أنه تكون ملهمة لكل فئات المجتمع، أنه تحس حالها منخرطة بنفس المشروع الوطني. هذا بقدر أسقطه على كل إشي، بحالة خاصة إذا بدي أحكي أنه يعني معلش، إحنا بنقابلك بأكثر من محفل لأنه معناش غيرك أو معناش كتير. في حالة المستشفيات، مع كامل احترام وتقدير لكافة العاملين في المجال الصحي في غزة، فعلا رفضوا الخروج ورفضوا الإخلاء، ولكن بنذكر اسم الطبيب الفلاني اللي تعرض وأخذ على عاتقه عدم، اللي هو أبو سلمية، اللي رفض فعليا الخروج من مستشفى الشفا. فأنا بشعر أنه الحالة العامة إذا بدنا نطلع عليها، الاستثناءات أو عدد قليل من الأطباء اللي بأخذوا على عاتقهم الانخراط الكبير أو التقدم وأخذ على عاتقهم مسؤولية مقاومة احتلال أو الاشتباك بشكل الاشتباك اللي قاعدين بنشوفه اليوم. يعني أنا بعتقد أنت على كارير وايز متضرر، يعني في 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 قطاعات تتسكر بوجهك بالشكل اللي أنت بتعمله، وما بعتقد هذا ملفت ل ل لأجيال جديدة. مش عارف المجال الطبي والمجال الصحي، بعرف أنه على مستوى المشروع هو مشكلتنا الكبيرة هون، بس كمان في خصوصية ليه الطلاب عينهم برا، يعني هذا الطالب اللي بده يلمع في أمريكا. هو الكارثة، يعني الكارثة مش بس بمجتمعنا الفلسطيني، بكل مجتمعات العالم الثالث، إنه مش بس طالب الطب بده يطلع برا. صارت جامعات كليات الطب بالعالم العربي وبالعالم الثالث بتنشر كل سنة كم نسبة من خريجينها قدرت تهجر. فجزء أساسي من الكارثة اللي حلت بالعالم الثالث
انه الناس الاطباء بدها تهاجر، والاطباء اللي عم بتهاجر مش عم ترجع. ولكن لو بتشوف كمية وعدد الهائل من الأطباء اللي بأوروبا وبأمريكا وبالدول العالم العربي اللي عم بتسجل أساميها مع جمعيات الإغاثة الطبية اللي عم بدها تنزل على غزة، بتحس إنه كمان هاي الحرب عم تخلق تحول هائل بين هذه الفئات المجتمعية اللي هي مفروض تكون خلص عبرت لبر الأمان وساكنة ببريطانيا أو إيطاليا أو سويسرا أو بأمريكا وقادرة إنه تدير ظهرها، واكتشفت مع حرب الإبادة إنه مش قادرة تدير ظهرها لمجتمعها. طب إذا 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 بدي أطلع أكثر من مساحة القطاع الصحي العربي، القطاع الصحي الفلسطيني، وأروح باتجاه القطاع الصحي للاحتلال، القطاع الصحي الإسرائيلي، بشوف هناك مستوى آخر من حالة الانخراط، يعني مجندين، يعني في المشاهد اللي بنعرفها من الأصدقاء بال 48، فكرة إنه مش بنحكي مجندين، بنحكي جنود، يعني هو جندي فعلي، هو مش مشتبك فعليا، يعني مجرد على مستوى نظري. وبنشوف شيء تاني كمان، فكرة إنه هذا القطاع قاعد بتطور وبتقدم أكثر مع كل حرب بتصير عنا ومع كل حرب بتصير في المنطقة. ففي فوارق بين القطاعين بأكثر من مكان. بعرف إنه واعي لفكرة إنه القطاع الصحي الفلسطيني بشكل خاص غير القطاع الصحي العربي فرصه بخلق وبناء قطاع صحي قوي ليوقف الحروب صعبة، لأنه أصلا موازين القوى صعبة. بس إذا بدي أحكي تحديدا خصية القطاع الصحي الإسرائيلي اليوم، بكيف بيستفيد من نكباتنا باليوم يوم، كيف بتقدم، بكيف الأبحاث تبعته في طب الحروب أو طب النزاعات تتقدم مع كل حرب وكل حدث بيصير في المنطقة. إحنا أول شغلة إنه النسبة العالية من التمريض والأطباء والصيادلة الفلسطينية من الداخل اللي هلأ هن بيخدموا مؤسسة الصحية الإسرائيلية، دليل على إنه حتى المؤسسة الصحية الإسرائيلية في صار فيها عزوف اللي بنشوفه بالمجتمعات الغربية عن الطب. يعني الفئات الطبقية اللي ولادها كانت تدرس طب بالستينات والسبعينات والثمانينات، هلأ أولادها يا عم تدرس كمبيوتر انجينيرينج أو ستاديز، أو يا عم تعمل فاينانس وبزنس وبانكينج وهذا. ففي عزوف داخل، ولكن كل مؤسسات المدنية الإسرائيلية هي جزء من الجيش، يعني هي بالنهاية الذراع المدني للجيش الإسرائيلي. يعني احنا شفنا بهاي الحرب، في بداية الحرب عريضة كتبها 400 طبيب إسرائيلي ونشروها بالجرائد بتطالب الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات، لأنه هاي مش مستشفيات حقيقية، هاي كلها مراكز للمقاومة. فبتكتشف إنه القطاع الصحي الإسرائيلي، وإحنا كنا بنعرف في شغلة تانية عن القطاع الصحي الإسرائيلي، إنه هو الجمعية الطبية الإسرائيلية الجمعية الوحيدة اللي كان معروف إنه بينخرط أعضاءها بعملية التعذيب تاعت المخابرات الإسرائيلية. يعني في استمارة بيعبيها طبيب السجن اسمها fitness for interrogation، القدرة على احتمال التحقيق القاسي. يعني هذه ما في أي نقابة أطباء أو جسم طبي بالعالم بيقبل إنه يكونوا الأطباء تعونوا جزء من التعذيب، بس المجتمع الإسرائيلي عنده هذه كانت من زمان مؤسسة. الجزء الثاني هو اللي شفناه بالحرب وهاي العريضة. فكل المؤسسات المدنية الإسرائيلية، إن كانت إن كانت التعليم أو الصحة أو الفن أو أو الإعلام، هي أذرع مدنية للجيش. إسرائيل مش دولة، إسرائيل جيش مركب فوق بعض الخدمات المدنية اللي بيحتاجها الجيش مشان يؤدي هذا، ومش إبداع ولا عبقرية. يعني بالنهاية
أي إسرائيلي خريج كان بإمكانه يقدم. يعني كان في شيء بالطب اسمه revolving door، الباب الدوار ما بين برامج التخصص الأمريكية والمستشفيات الإسرائيلية، إنه ما كنت تقدر تعرف واحدة فين بتنتهي والثانية بتبدأ فين. الأطباء اللي بيشتغلوا بشيكاغو ولا بنيويورك بيشتغلوا بمستشفيات إسرائيلية، الخريجين كليات الطب الإسرائيلية بيروحوا بيكملوا تخصصهم جزء منه بأمريكا وجزء منه داخل مستشفيات الإسرائيلية. فزي صناعة الصناعة الحربية، يعني الإسباني اللي نزل على شواطئ أمريكا الجنوبية ليدبح سكان الأصليين ما كان متقدم علميا وعسكريا لأنه هو عبقري، لأنه هو امتداد للي بسموه المتروبول، للبلد الأم. وإسرائيل التقدم التكنولوجي افتاعها امتداد للبلد الأم اللي هو الغرب، مش عبقرية ذاتية. يعني أنا لسه لفتني كمان شغلة، كنت حكيت لك على صديقنا أسامة النوس، جيت لأيوم عملت معه حلقة برضو في تقارب في الضفة بالانتفاضة الثانية، ضلت صور في بالي ما قدرش أتجاوزها، اللي هي ليش إحنا بنتعالج، ليه بعالجونا؟ يعني أنا ليه بنطخ وبعالجونا؟ وكان في قصة بتذكر كان صف 11-12، اغتالوا شاب وبعدين صار في تواصل بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع حاولوا يغتروا عفوا مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فعملوا له استثناء، أخذوه عالجوه حطوه بالمستشفيات وبعدين رجعوه وبعدين اعتقلوه. فبتحس إنه هون إحنا مش قاعدين بنحكي على قطاع صحي، على مستشفى أو على دكتور أو طبيب، نحكي على أجهزة مخابرات متصلة مع بعضها أو أجهزة أمن متصلة مع بعضها. فلقيلي بتذكر أسامة كان بحكي لي بشكل واضح هاي موضوعة إنه الكوت الأبيض هذا بلهمكم إنه هذا ملاك خاصية بكم تكبوها، يعني بحالة الإسرائيليين. مش بس هيك، يعني جزء من تدمير القطاع الصحي الفلسطيني هو السماح للجرحى والمرضى الفلسطينيين إنه يكونوا بيعتمدوا على القطاع الصحي الإسرائيلي. صحيح صحيح، واخضاعوا فعليا لمعايير تجارية. بس كمان بالنقطة اللي انت حكيت على قضية السجون، انه هو محتاج يعمل استثناءات طبية وصحية عشان يعرف يعذب الأسرى اللي موجودين، فبيلاقي في أطباء، بس كمان بنفس الوقت ما بده غير كامل الأطباء اللي موجودين في تحت الاحتلال، فبيعمل لهم صيغة ما بكونوا خارج نقابة الأطباء الإسرائيليين عشان يعملوا هذه السلوكيات، بكون في لهم إطار ما يعني. فبتحس كل سلوك أصلا انت ممكن تقول انه كمان هم عم بتقدموا، في عندهم أخلاقيات ما بين قوسين على مستوى عالمي أكيد رح يهتموا فيها، بس بتلاقوا فيه مأسسة لإلها. والجانب الثاني اللي أنت بتقول فيه اللي خلاني أطلع على إنه إحنا انقتلنا في الضفة وفي غزة على فكرة إنه يكون عندنا مستشفى قوي، لأنه أنا كل ما صار معي مصار شوي بستعجل وبخضع فعليا ضمن اتفاقيات ما بين السلطة وما بين الاحتلال على قضية الحوالات الطبية ما بين قوسين، إنه إحنا بندفع كتير أرقام للاحتلال وهم بتعاطوا معي منيح، مش لأنهم إنسانيين، لأنه أنا بعمل سياحة طبية. وكميات مذهلة، 350 مليون دولار بالسنة كان يأخذ القطاع الصحي من الحوالات. فمن أهم الزباين القطاع الصحي الإسرائيلي هو لأنك أنت دمرت له قطاعه الصحي واعتمدت على فساد السلطة إنها تظلها مكملة البزنس. طب إذا بدي أفكك وأحكي، بديش أحكي فساد السلطة وبدي أحكي إنه في مصلحة وإنه في شيء سياسي، كيف تقنيا فعليا اشتغلوا من أوسلو لليوم على منع وجود قطاع صحي قوي في الضفة وفي غزة؟ أنت لو بتذكر هاي بيروت هو يمكن قطعت الكهرباء هاي اجت منقذة. ممتازة. وإشي تاني كمان يعني جزء من النقاش حتى اللي جاي على ليه بلادنا فعليا يعني تحت احتلال مباشر أو غير احتلال مباشر، تحت فساد ولا تحت قمع، بمكان ما بتلاقي ما فيش، بتعطيكاش المساحة انك تبني جهاز قوي، ما قطعت الكهرباء. ليش بفلسطين، ليش بالضفة وغزة فعليا على مستوى تقني الاحتلال كان بيشتغل على تبعيتنا بالكامل لإله أو إخضاعنا لإله على مستوى صحي، بس فعليا أفشل
محاولات خلق نظام صحي قوي. ويمكن أنا بس بنفع أذكر مثال على مستوى الأجهزة، نقدر نعرف إنه الجهاز الفلاني موجود بمستشفى واحد أو الجهاز الفلاني مش راضي يدخل وكذا. بس كيف ممكن تساعدني أفهم الصورة ككل، كيف اشتغل الاحتلال على منع وجود نظام صحي قوي؟ جزء من تدمير كل مؤسسات الفلسطينية ممكن تؤدي إلى بنيوية الدولة. كان منع تحرك الأطباء والطواقم الطبية والمرضى ما بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. خلال الانتفاضة الأولى كان مستشفى المقاصد هو المستشفى التخصصي. أنا بعرف عدد كبير من الأطباء والجراحين بغزة تخصصوا بمستشفى المقاصد وببرنامج تخصصي بمستشفى المقاصد والمطلع وسين جونز. وكان الذي يكون عندك قطاع صحي متكامل بينمو بطريقة طبيعية بده يكون في عندك حرية التنقل ما بين المستشفيات والمراكز، وإنه المرضى يقدروا يروحوا على مراكز. فجزء من الفصل ما بين الضفة وغزة وما بين الضفة وغزة والقدس كان هدفه تدمير هاي المؤسسات. الجزء الثاني هو التحكم بدخول المواد والأجهزة. يعني بعطيك مثل خلال السنتين اللي ما قبل هاي الحرب، منظمة أطباء بلا حدود قعدت سنة وستة شهور 18 شهر يعني هي عم تحاول تفوت جهاز أشعة اللي هو بيستخدم داخل غرفة العمليات لمستشفى العودة بجباليا. فالحصار، أنا بعرف إنه الحصار منع دخول أجهزة الراديو ثيرابي العلاج الإشعاعي مشان السرطانات. الحصار منع دخول بعض الأجهزة الفحص المتقدمة اللي هلأ صارت موجودة وصارت جزء أساسي من أي تشخيص للسرطان. فالتدمير المنهجي للقطاع الصحي جزء أساسي من التدمير المنهجي لكل المؤسسات الفلسطينية التعليمية والطبابية والسياسية. ومع هيك كان في حالة قطاع غزة تحديدا، حرب بعد حرب أو معركة بعد معركة، القطاع الصحي بيكون قوي، يعني عنده قدرة على التعاطي مع أزمات ومأحلات مختلفة وأحجام وكميات من الإصابات. وهون يمكن بنفع بس بمرحلة استثنائية بسبعة أكتوبر نعمل مقارنة على كيف المستشفيات الإسرائيلية المؤهلة لاستقبال أعداد كبيرة سقطت أول يوم أو يومين. يعني إذا بنفع ما بين قوسين أحكي سقطت، يعني بالمفهوم تبع إنه هم متعودين دائما على الهجوم، ولأول مرة فعليا بتعاطى مع كميات من الإصابات اللي موجودة عنده فبدي يتعاطى معها. بحالة غزة هذا المشهد خلاني أشوف إنه حرب بعد حرب عم بتشكل خبرة أكبر في حالة قطاع غزة وعند الأطباء بالتعاطي مع إصابات الحروب وإصابات النزاع بشكل كتير أكبر. يعني كنت بس في مشهد بحكوه إنه ما كانش في مستشفيات، ما كانش في أسرة كافية، فكنا بنعالج الناس على في الممرات. فبتشعر إنه طب يعني مش هاي مشكلة، يعني غزة كان عندها قدرة عالية جدا حرب بعد حرب على إنه توقف على إجريها وتطبب. وبنرجع لنفس الفكرة اللي هي مرتبطة بالقطاع الصحي والانتماء والالتزام. يعني جزء كبير من الأطباء اللي أنا اشتغلت معهم بقطاع غزة مش بس رجعوا لغزة بعد التخصص، رجعوا لغزة بعد التخصص بالرغم من وجود عروض عمل مغرية بالخليج وبرا، وجزء منهم كان عنده جوازات سفر تانية أجنبية. فهذا الإحساس بالانتماء والإحساس إنه كطبيب أنت عندك قدرة مميزة لا تأثر بحياة شعبك كانت موجودة بالقطاع الصحي بغزة باللي كان بالناس اللي كانت موجودة. يعني
يعني أعطيك مثال، الدكتور محمد عبيد خريج الجزائر، استشاري عظام، اشتغلت أنا وياه بمستشفى العودة وقت مسيرات العودة لما كان في مركز لأطباء بلا حدود لترميم الأطراف والإصابات المعقدة بالأطراف. الدكتور عبيد أنا وياه بهاي الحرب اشتغلنا مع بعض بالعودة، ولما أنا نقلت المرضى تعوني مشان نخفف الأسرة بالعودة بعد التهديد الإسرائيلي، هو صار يشتغل ما بين العودة والشفاء، اشتغلنا مع بعض بالشفاء. لما الإسرائيليين حاصروا مستشفى الشفاء، من الدكاترة اللي قرروا يبقوا مع المرضى تعونهم خلال الأسبوعين من حصار الشفاء، بعد أول وقف إطلاق نار وسماح الإسرائيليين لخروج المرضى والأطباء من الشفاء، رفض النزوح للجنوب وتوجه وعاد لمستشفى العودة. لما الإسرائيليين حاصروا مستشفى العودة وقصفوا أول مرة غرفة الأطباء بمستشفى العودة، استشهدوا ثلاثة من الأطباء، وكاد هو يستشهد بس كان تارك الغرفة قبل كم دقيقة. بعدها بيومين القناص الإسرائيلي استهدفوا هو جوا المستشفى عم بيشوف المرضى، الله ستر كانت الإصابة طفيفة. بعد ثلاث أربعة أيام رجع يداوم بمستشفى العودة، ولسه هلأ بمستشفى العودة كل ما يصير فيه عنده شوية وقود بشغل المحول وبيعملوا كهرباء وبيعمل عملياته. الدكتور أحمد مخللاتي اللي هو عنده جنسية إيرلندية بقي بمستشفى الشفاء خلال الحصار، وبعدين انتقل على الأوروبي وهيو باقي بالأوروبي وعنده القدرة أنه بقدر أقول لك في عنده عرض عمل بالخليج، وفي عنده القدرة أنه يرجع على بريطانيا أو يرجع على إيرلندا يشتغل لأنه عنده جنسية. وقيس على هذا عشرات الأطباء اللي مرتبطين بخدمة شعبهم بغزة. كتير صح دكتور، وشفنا بروفايلات ناس كنا بفضولا حتى نحب نتبع، يعني حالة عناد وحالة صمود وحالة، يعني بعتقد انه في اشي مغاير بأيام الإبادة شفنا. بس بنفس الوقت بنفع بشكل موضوعي تحكي لي على نقاط قوة الأجهزة أو الجهاز الطبي في غزة ونقاط ضعفه اللي أصلا بتحركوا فيه الكفاءات هاي. يعني أنا ما بدي أناقش نواياهم أو شغفهم أو حبهم للوطن، بس هو أصلا شو بقدر يعمل في بلد الشيء أدوي كفاية؟ المعابر مسكرة على غزة ما بتسمحش غير ب 300 إلى 400 ترك باليوم، واللي هو بده يدخل فيه كل إشي. يعني أنا كان عندي سؤال طويل على فكرة اللي بيعمل اللي بده يخوض جولات مثل هاي، قديش شو مستوى الاستعدادية اللي لازم يكون. الطحين شفت انه الافضل الاحوال اللي انت ممكن يكون عندك في حاله غزه 3 شهور بتخزن طحين، ما فيش اكتر من هيك لانه الاسرائيليين بتحكموا بالمعابر. في حاله القطاع الصحي بنفع هيك بنقاط تعطيني نقاط قوته اللي اكتسبها رغم كل المعارك والعدوانات اللي صارت؟ بدون ادنى شك صار بعد حرب 2008-2009 استثمار بالكوادر البشريه، ابتعاث أعداد من الكوادر للتخصص برا بمستشفى حمد بماليزيا بتركيا، وهاي الكوادر رجعت وأحدثت فرق كبير. تراكم الخبرة وتحويلها لتميز صار خصوصا بالإصابات المعقدة المرتبطة بإصابات الحروب، وهذا بالرغم من شح الموارد. يعني أنا بعرف الأشياء اللي كانوا يضطروا يعملوها قبل الحرب دكاترة العظام، لأنه هن أكتر ناس بيعتمدوا على البراغي وعلى الأدوات المستوردة الغالية، كان إشي يعني محزن إنه المشط أو البرغي ينقص عدة مرات مشان يفوت على عدة مرضى، لأنه ما كان فيه، وكانوا بيعتمدوا على الفرق الطبية اللي بتيجي على غزة لتجيب معاها، لأنه الإسرائيلي ما بيفوت كان من المعابر.
فالحصار كان خانق وكان هو نوع من دوزنة الموت يعني. يعني كان الإسرائيلي عارف إنه الحصار الهدف منه إبقاء الناس بحالة برزخ ما بين ما بين الحياة المنتقصة والموت الغير مكتمل. فأحد أهم أدوات إبقاء الناس بهذه الحالة هي إضعاف القطاع الصحي. القوة هو التفاني. يعني عمري ما أنا شفت بأي مكان ما فكرة إنه لما تروح مستشفيتك أنت بتروح وبتشوف المستشفى اللي بعده وبتداوم فيها كأنه أنت لك طول عمرك عم تداوم فيها. يعني بتسقط الشفاء بيروحوا على الأهلي، بتسقط الأهلي بيروحوا على القدس، بتسقط القدس بيروحوا على الشهداء الأقصى، بيسقط الشهداء الأقصى بينزلوا على ناصر، بيهجموا الإسرائيليين على ناصر، بيروحوا الدكاترة على 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 الأوروبي. فهاي الانتماء لقطاع صحي مش لمؤسسة صحية هذه ما عمري شفتها بأي مكان تاني زي غزة يعني. وانت صارت هيك وانت شهدت كل حروب ويمكن أول مرة طوات 1990. شوف بدون أدنى شك كمان. بدون أدنى شك أوزلو كانت سم أخذت سنين ليترك الجسم الفلسطيني. يعني سم اللي خلقه أوزلو، أوزلو مش بس كاتفاقية ولكن كثقافة، ثقافة أوزلو، ثقافة دبر حالك، ثقافة اللي حولت الأسير المحرر وأجبرته أنه يروح يطلب من السلطة أنه تعتمد له عدد سنين السجن مشان يشوف أي درجة ب السلم الوظيفي. هذا السم أنا شفته بأكثر حدة بحرب 2008-2009 وأقل حدة بحرب 2012 وأقل بحرب 2014 وأقل بحرب 21. فالسم تاع أوزلو أخذ وقت ليترك الجسم الفلسطيني ويرجع الجسم الفلسطيني يتصرف بطريقة عافية قدرت تتخلص من هذا هاي الثقافة. نحكي على أجيال من الأطباء مثلك وبعمرك تخلصوا من السم ولا أجيال جديدة دخلت؟ في أجيال جديدة دخلت وفي أجيال تخلصت من هذه الثقافة العامة اللي خلقتها أصلا. طيب في مكان تاني كمان أنت بتحكي كتير على قضية مسيرات العودة وهي نموذج تاني يمكن اليوم الصورة البعض بفضل يشوفها ملخبطة بس هي واضحة، بس إذا ما نطلع منها منروح باتجاه مسيرات العودة اللي كان في بفترة من الفترات غزة قررت تجرب النموذج تاني مش معتادة عليه، بنزلوا مجموعة من الشبان على الحدود برموا حجار والاحتلال كان يتعمد فعليا قنص الركب والأطراف السفلية. في دائرة حكيت عنها أنت بحب أسمعها منك وتحكي لي بتفاصيلها أكتر، فكرة كيف بتم إشغال المجتمع بالشخص المتظاهر وتحويله من حدا فعليا فاعل لحدا محتاج مساعدة، وبتم كمان إخراطه أكتر بقضية دوائر إغاثية ودوائر خيرية ودوائر تفاصيل كتيرة. حكي لي عن هاي الدوائر اللي بتتشكل كيف بيشتغلوا عليها الإسرائيلية. يعني بدون أدنى شك الـ 8000 معظمهم شباب اللي تم قنصهم 90% منهم تم قنصهم بالأطراف، الهدف منه إحداث الإعاقة وإصابة بليغة. في بحث كنت مشروع بحثي كنت بشتغل عليه لقينا إنه المصاب منهم محتاج 4 سنوات من العلاج ومعدل ما بين 9 و14 عملية لا يقدر ما يفقد الطرف، مش انه يعني ليحد لإمكانية عدم فقدان الطرف. هدول اعطيك مثال، لما بدت مسيرات العودة واجوا الجمعيات الإغاثية وعملوا المستشفيات فتحوا عيادات مشان يصير في غيار على الجروح يعني.
أول أسبوع ما حدا إجا أو إجا اثنين ثلاثة، وبعدين اكتشفوا إنه الناس ما بسبب الحصار والحرمان الاقتصادي ما معاها إنه تأجر سيارة لتحط الشاب بالكرسي الوراني لأنه إجره فيها مثبت حديدي ما بيقدر يقعد، ويبعثوا معاه اثنين مرافقين يمسكوه ويودوه على العيادة مرتين ثلاثة بالأسبوع. فاضطرت الجمعيات هذه تجيب بصات خاصة لنقل الجرحى لتعمل عمليات الغيار. فأنت تخيل هذا الشاب كم عملية، كل مرة بيفوت على المستشفى لازم يفوت معه مرافق. وقديش راح من عمره بهذا الأربع سنين وعمر المرافقين اللي حواليه، وفقدان المالي والاقتصادي والاجتماعي حولته من شاب بمقتبل حياته بعنفوانه الجسدي ل مصاب بيحتاج العيلة تدير بالها عليه. فكان هذا القصد. أنا برأيي كل هاي كانت محاولات إسرائيلية وصلت الإسرائيلي لقناعة الإبادة. يعني إنه الإسرائيلي جرب معاه كل الحلول، يعني زي هي دائما بتذكر قصيدة درويش قالت له المجندة: هل أنت ثانية ألم أقتلك ونسيت مثلك أن أموت. فالإسرائيلي وصل لما فات على هاي الحرب بسبعة أكتوبر، كان أو قبل الحرب بسبعة أكتوبر، لما يعني آخر كم سنة القناعة اللي موجودة عند المجتمع الإسرائيلي بكل فئاته الطبقية والاجتماعية بضرورة الإبادة كحل الفلسطينيين، خاصة الفلسطينيين بالضفة وغزة والداخل، كان جزء منها مرتبط إنه جرب معك كل الأدوية وما نفع معك أحد الأدوية. حرب ورا حرب ورا حرب، وترجع أنت بتبدأ من أول وجديد. وبعدين جرب إنه يحدث أكبر وباء على مستوى الوباء من الإصابات المعقدة المركبة اللي احتاجت إعادة هيكلة كل النظام الصحي، وبالرغم من هذا مش راضي تتعلم أو تنتهي أو تقعد بالزاوية وتاخد أقل مساحة من الأرض ممكن وتضلك ساكت وقاعد بالزاوية. فهذه الاستمرارية بالمقاومة وصلت المجتمع الإسرائيلي لقناعة إنه الحل الوحيد مع هدول العالم إنك تزيلهم عن وجه الأرض. يعني طب أبو سليمان، كتير هلأ الناس بتحكي على اليوم التالي، وأنا بكره هذا السؤال لأنه بحس زي كأنه في تجاوز لنضال ومقاومة موجودة بالشارع، ومن مكان تاني في معاناة ما زالت تتطلب مني أتعاطى معها باليوم يوم. فبس بدي أطرحه وأنا عارف يعني واقف على أرضية واضحة. اليوم التالي ما بعد هاي الإبادة، إحنا واضح لنا اليوم إنه إحنا بنحكي على 30,000 شهيد، وبنحكي كتير وبنحكي قصصهم عشان نحكي مش أرقام. بس من مكان تاني لما كنت قاعد يعني بشوف كتاباتك خلتني أهتم أكتر كمان بالإصابات، واللي هي عادة إحنا ما بنهتم فيها. أنا اليوم بتقدر تساعدني أشوف المشهد ما بعد هذه الإبادة، اليوم التالي اللي أنا بدي أصحى فيه على المجتمع من خلال الإصابات أو الحالات اللي أنت شفتها واللي بتسمع عنها اليوم، إحنا عشو مقبلين؟ شوف، هو بدون أدنى شك دائما الإسرائيلي بحاول يحقق بوقف إطلاق النار وبالهدنة ما لم يحققوا بالحرب. فاللي حيحاول يعمله الإسرائيلي والأمريكاني هو إنه هاي الأرض اللي حولها لأرض خراب غير قابلة للحياة، إنه يمنع قدرتها الهائلة على إنها تتعافى وترجع تقوم من أول وجديد وتضمد جراحها وتضمد جراح شعبنا وتصير مركز ل كل هذا التعاطف اللي صار داخليا ودوليا، جاذبة للآخرين لإعادة البناء. بدون أدنى شك 70,000 جريح، 80% منهم لسه بيحتاجوا عمليات.
دمرت كل مستشفيات قطاع غزة إلا مستشفى الأوروبي، دمرت كل قطاع الصحة الأولية، دمرت المنشآت الصحية من الصرف الصحي والمي اللي بتحتاجها لمنع الأوبئة. ولكن بنفس الوقت فشل الإسرائيلي بإقناع الفلسطيني بالنزوح. يعني أنا برأيي الإسرائيلي فكر بمرحلة ما أنه أنا لو فرجيته الموت هو حيفضل اللجوء. اللي ما فهمه الإسرائيلي أنه ذل الوجوء اللي هي اللجوء هو نوع من أنواع الإبادة الاجتماعية. يعني إحنا هلأ عم نشوف الإبادة الجسدية، ولكن اللجوء هو الإبادة الاجتماعية. هذا ذل اللجوء كانت تجربة بنيوية بالهوية الفلسطينية المعاصرة ما بعد 48، إنه شعبنا بغزة لما شاف الموت استوعب إنه هذا الموت الجسدي أهون من الموت الاجتماعي اللي هو بتمثله اللجوء، اللي هو موت لا ينتهي، اللي هو ذل وفقدان للقيمة المجتمعية والاجتماعية والعاطفية والفكرية. وقرر انه يضلوا بجباليا ويضلوا بالشمال 600 ل 700 ألف ويضلوا بغزة بالأعداد الهائلة. فالإسرائيلي بما انه فشل انه يحاول يحدث أزمة لجوء، بده يحاول يحدث أزمة هجرة غير شرعية. يعني بده يحاول يخلي الكارثة على الأرض وغزة غير قابلة للحياة عن طريق الحصار، مشان ما تقدر غزة تتعافى. ولكن غزة عندها قدرة هائلة إنها تتعافى. غزة دمرت بالحرب العالمية الأولى 30,000 شهيد. غزة دمرت عدة مرات، مش بهذا الكم. وواحد ما بيقلل قديش حتكون السنين المقبلة صعبة، ولكن أنا ما بهرب من اليوم the day after، فكرة اليوم اللي بعد، اليوم الذي يتلى الحرب، لأنه هو جزء من المعركة وهو الجزء الحقيقي من المعركة، اللي هو حيكون في محاولة الموت البطيء اللي بدون أي كاميرات وبدون أي، وهو المعركة اللي إحنا لازم نستعد لها. زي ما شعبنا بالداخل استعد للمعركة العسكرية وأفشلها، إحنا اللي برا دورنا إنه نعد للمعركة الصامتة اللي بتيجي بالحصار ونعدلها ونحضر لها مشان نهزمها زي ما شعبنا بالداخل هزم المعركة العسكرية. أنا اسمح لي بدي أسألك، ليه بتحكي بثقة إنه شعبنا فضل المعاناة اللي بعيشها اليوم على ذل اللجوء؟ لأنه قالوا لي. ما أنا الناس اللي كانت بتنام على الـ على الـ على الـ على الكوريدورات قدام غرفة الحروق وجوا المستشفى الشفاء قالوا لي إنه هني ما ولا إشي حيخليهم يتركوا. الأصدقاء اللي ضلوا بمستشفى بضلوا بالشمال قالوا لي. بس أبو سليمان، الناس كمان يعني من مكان تاني، الدعاء هذا أنا بتمناه اللي أنت بتقوله، بس كمان في صوت بحكي إنه أصلا معبر مسكر. لما فتح المعبر كان بيحتاج 12,000 دولار، لما فتح المعبر وصار بده 5,000 دولار. انت بتتذكر لما فتحوا المعبر بوقت اول وقف اطلاق النار في ناس برا فاتت على غزة. انا بدي اعرف هذا الشعور اللي انت بتحكي عنه اللي انا مش قادر ادلل عليه بإشي مادي. الناس انا يعني عائلات اصدقائي بيحكوا حكي ممكن يبان إشي درامي بمسلسل، بس الجمل اللي بتطلع إنه الناس ما بدها تطلع. هي مش قاعدة في بيتها، بيتها تدمر، هي قاعدة في خيمة بس ما بدها تطلع. بس ما هو نفس بنفس الطريقة اللي بتضف الغربية لما الجيش يجبره إنه يهد بيته بيقعد بينام فوق بيته، لأنه مقتنع إنه لما هو لسه قاعد بالبيت، هو قاعد فوق ركام البيت،
اللي بغزة حيرجع يسكن فوق ركام البيت تاعه ولا يرجع يبني. ذل ومهانة اللجوء هو تركة 48 اللي أعادت رسم هويتنا. إحنا هويتنا الفلسطينية المعاصرة مرتبطة بهذا الذل اللي هو متعدد الأجيال ملتي جنريشنال، وهذا موجود بالذاكرة الجمعية الفلسطينية إنه إذا تركت ما بترجع ولا تنتهي معاناتك، على الأقل إذا متت بتموت مرة واحدة. فكرة الذاكرة هذه الجمعية اللي أنت بتحكي عنها والتسلسل، وأنا معك يمكن بالانتفاضة الثانية وبدايتها بتذكر أبوي كان خايف وبيحكوا هو أصحابه بترانسفير، وهلأ فعليا بتضف الناس بتحكي فيها بعد شو شافت في غزة يعني، فطوال الوقت خلص الفكرة صارت تستحضرها. وانت شايف انه في جيل بعد جيل عم بستمر بهذه المعاناة، ليش ما قطعتهاش وانت دايما كان عندك الفرصة انه تقطع توريثها لأولادك او تحددها او تحدها او توقفها هون؟ في ناس اليوم بتقرر توقفها، والناس اللي قررت توقفها جزء كبير منها صحي بهاي المجزرة واكتشف انه كان عم بيضحك على حاله. كيف؟ بقول لك الأعداد الهائلة من الـ الأطباء والممرضين اللي بتواصلوا مع الجمعيات الخيرية اللي أنا بعرفها وبتعامل معاها مذهل، وجزء منهم ولد بالخارج وجزء منهم هاجر يمكن تحتاج إنه تفقد الشغلة لتحس أهميتها بحياتك، وأنا برأيي هاي الحرب الإبادة هي اللي حسست الناس هيك. ما قبلها أنت ولا مرة خطر لك أنه بدك يعني هذا الانخراط مش بس فلسطين يعني، وأنا بقدر أحكي أنه على مستوى كارير تتطور، بس أنت حتى بتخلينيش أجي أستسهل أخذك من باب أنه عم بتطور كارير يعني برحلاتك اليمن العراق سوريا وكمان في غزة دائما، انه حتى في سؤال انت كيف تعرف تكون تاني يوم اصلا هناك يعني. وبعدين صرت اشوف من المقابلات انت عم بتكيف عيلتك على الظرف اللي انت موجود فيه وعم تنقله كمان من دائرة لدائرة. وانا باعتقادي انه مرة تاني في اشي اللي انت بتقوله او بنستسهل نقوله، انه الناس بتعرف صعب تتخلى عن فكرة فلسطيني، او فعليا صعب محيطك وين ما انت كنت شو ما كان معك جنسيات ما يشوفك فلسطيني، بس بعتقد انه دايما بكون في خيار عندك انك انت توقف هذه التوريث، وبعتقد انه مسارك دائما كان الاوبشن فيه هذا موجود، بس ما اخذتوش. لا شوفوا الواحد بيضحك على حاله، يعني طبقيا كان في خيار انه الواحد يضله وخلاص، بس ما كانش خيار لانه بسبعة أكتوبر وبأول شهر سبعة بألفين وأربعتاعش وبأول شهر خمسة واحد وواحد وعشرين وبالأسبوعين اللي قبل ما نقلوا الأمريكان السفارة على القدس، مخك بيبدأ خلص في زي الزنينة إنه حيصير إشي، وإذا صار إشي لازم نكون هناك، وفي نافذة بتفتح أول الحرب بدك تزمط فيها. دكتور تقنيا كيف تعملها؟ أنت يعني بتاخد إجازة في شو البروسس يعني؟ أنت قاعد ورا مكتب قاعد في مكان؟ أحد الأسباب اللي أنا فت على القطاع الخاص لما رجعت على بريطانيا إنه أقدر أخد إجازة بسهولة، إنه خلص في عندي صديق حميم، صديق تخصصنا مع بعض، شريكي بالعيادة وهو بيتحمل للأسف كل هاي التفاصيل وخلص بدك، لأنه دائما معك يومين ببداية الحرب، إذا ما فتت من طريق رفح بهاي الحرب خلال أول يومين حتتسكر رفح. القرار إنك لازم تاخده بنفس على المطرح. بدي أرجع للقطاع الصحي الفلسطيني وقطاع الصحي العربي. لما بشوفك بتحكي عن لبنان أو عن سوريا أو العراق بحسك بتحكي عن فلسطين كمان. بدون ادنى شك التدمير. ليه هالقد بيشبهوا بعض؟
لأنه التدمير المنهجي اللي عم بيصير لعالمنا العربي كله مرتبط ببعضه. التدمير المنهجي اللي صار للقطاع الصحي السوري اللي هو كان من أقوى قطاعات الصحية، التدمير المنهجي اللي صار للقطاع الصحي العراقي اللي كان بالثمانينات من أهم القطاعات الصحية بالعالم العربي وبالمنطقة، جزء من الحرب ضد مفهوم الدولة بالعالم العربي وحرب ضد مفهوم المؤسسات. طب على إذا بدي أعمل زوم إن أكتر، بنحكي عن لبنان، نقارن لبنان بفلسطين. لبنان اليوم عم بكون فيها كمان حرب، وكمان عم بكون فيها نزوح، بكون فيها مقاومة، بكون فيها يعني كافة التفاصيل اللي إحنا بنعيشها بفلسطين كمان أهالي الجنوب ولبنان عموما عم بتعيشها. اللي بنعيشه هناك هو كمان ممكن يصير هون، بس إذا بدي أحكي على مستوى قطاع صحي، هل الإشي مختلف هون؟ هل في استعدادية أكثر؟ المشكلة تغول الرأسمالية بالقطاع الصحي الخاص اللبناني هو اللي أضر، وأضر بكتير من التجارب الإيجابية اللي كانت طلعت من وقت الحرب. فهي الخطر على قدرة القطاع الصحي إنه يتعافى أو يكون قادر إنه يرد على التحديات الهجوم الإسرائيلي هو مرتبطة بخصخصة القطاع الصحي وضعف القطاع العام واندثار تقريبا القطاع المدني، المجتمع المدني بلبنان. ولكن الخبرة المتراكمة اللي موجودة بلبنان بسبب مش بس الحروب اللي صارت بلبنان وبعدين تحول لبنان لعيادة الشرق الأوسط ومقصد الجرحى من التفجيرات والحروب بالعراق ومقصد الجرحى من التفجيرات والإصابات اللي صارت بسوريا، الخبرة اللي موجودة بالقطاع الصحي اللبناني حتى داخل القطاع الخاص بإصابات الحروب مش هتلاقيها بمكان تاني يعني. طب هون هجرة الأدمغة كبيرة هائلة كانت، هائلة. تلت الأطباء تركوا بعد انهيار القطاع المصرفي والاقتصادي بال2019 لهلا أظن تلت. وبتحكي بالقطاع الخاص وبالقطاع الحكومي أو القطاع العام؟ القطاع الخاص والقطاع الحكومي كتير ضعيف. كيف صارت هذه الفجوة ما بين الاثنين؟ يعني تعرف في هاي الصورة اللي انت حكيتها انه انت كنت في مستشفى العودة في مركز سيارة الاسعاف ده تروح على الشفاء بمكان في طول كرم في مستشفى الزكاة ومستشفى حكومي تاني، فانت بتشوف انه هذه الاسعاف اقرب لها توقف هون بس اذا تضل رايحة هناك. بعدين صرت هون انا ماشي عم بتطلع في مستشفى خاص مرتب زي الاوتيل وفي مستشفى بتعرفش انه مستشفى. دايما كان هيك في عالمنا العربي؟ لا، هو مع تدمير المنهجي للقطاع العام بالعالم العربي، يعني تدمير المنهجي للقطاع الصحي العام بالعالم العربي كان لخدمة القطاع الخاص وخصخصته اللي هو مرتبط بضغوط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لخصخصة القطاع الصحي اللي هو مبني على فكرة الرأسمالية اللي هي ترى بالصحة كسلعة. يعني كل اللي بتشوفه عالميا مش بس هون، يعني ببريطانيا بتعرض أقدم قطاع صحي عام للتدمير المنهجي وللخصخصة لأنه الرأسمالية ترى بالصحة زي ما هي ترى بالتعليم سلعة وبدها تسلع هاي هذا وتخلق منها مربح. قبل ما أسألك السؤال الجاي، قد بتحب بيروت أنت؟ يعني شوف، هو أولا الواحد دائما عواصمك المفضلة بسبب الـ 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 يعني أنا والدتي من بيروت وعلاقتي ببيروت، يعني أنا بعتبر نص كياني من بيروت، وبنفس الوقت في علاقة حب ما بين الفلسطينية وبيروت مرتبطة بأنه إحنا وإياهم عم بنحارب هالغول، ويكاد انك بتحس معظم الوقت انه بقيت العالم العربي مش شايف انك انت وياهم عم تحارب هالغول.
أنا مجبور أحكي لك اليوم وأنا ماشي في شعور ببيروت بيصير عندي زي القشعريرة إنه في مش هم بيحكوا لك، أنت بتشعر إنه في حدا عايش القلق والخوف والأزمات. الشعار اللي محطوط على الشارع هذا مش حدا غاوي خربيش خربشه، يعني في حدا مثله عايش في طول كرم وعايش في نابلس وشاف الغول، شاف يعني بتعرف هو مش سمع عن الغول، هو ابن بيروت وابن الجنوب وابن البقاع وابن الشمال، شاف الغول، بيعرفه زي ما انت بتعرفه بطول كرم وبتعرفه بالخليل وبتعرفه بغزة، فمش ضروري تقنعه انه في غول، هو شافه بيعرفه. انت اصلا ما بتخوض، يعني انا بحكي معك قاعد وهسه بقشعر بدني لانه عم ترجع صورة لما رحت على المناطق الجنوب. القصص اللي بتسمعها من الاهالي احنا لساتنا بنسمعها اليوم، بس هم بيحكوها كتاريخ خلصت. يعني انت بتدخل من اي قرية او اي بلد بيحكوا لك هون كان جب الجيش يقعد ويجي يفتش السيارات وياخذ الشباب يروح فيهم، انه هاي احنا لسه منعيشها لليوم. فكرة انه كيف كانوا بداهموا بيت او كيف باخدوا نقطة عسكرية هون او حتى كيف تاركين اثار لليوم، انت قاعد اصلا شايفها عايشة، بس من مكان تاني يمكن تعطيني امل بفكرة انه هذا الغول اللي احنا بنحكي عنه مش ثابت، لانه الصور او القصص اللي انت شفتها في الجنوب على كيف انحصر او اندحر، او فكرة انت قاعد بتشوفه من فوق تشرب فنجان قهوة وتتفرج عليه تحتك، يعني بهذا المنطق أنا بفلسطين ما شفتها، بس لما شفتها هون خلتني أرجع مرة تانية، يعني أشوف الغول أضعف بفلسطين. شوف حتى يعني بالنهاية المقاومة هون هزمت الإسرائيلي وحددت نقطة أساسية، وهي نقطة يعني مفصلية، إنه إسرائيل غير قادرة على التوسع شمالا. أنا برأيي بالرغم من الآلام، بالرغم والواحد ما عم يعني بالرغم من الحجم المريع للكارثة اللي عم بتصير بإبادة شعبنا بغزة، إسرائيل عم تكتشف هلأ إنه هي غير قادرة على احتلال قطاع غزة. أنت يعني نص مصيبة إنك ما تقدر تحتل جنوب لبنان، كارثة إنك ما تقدر ترجع تحتل قطاع غزة. فانحصار اللي انت عم الجزر اللي انت عم بتشوفه لما تطلع على الجنوب هو عم بنشوفه بغزة، ولكن عم بنشوفه هو عم بحاول يغطي عليه بالدم، عم بحاول يغرقك بدمك مشان يغطي على فكرة انك انت هزمته. هو فكرة انه انت اذا طلعت بصورة او كسرته بصورة، كل هذا الإجرام اللي قاعد بصير عشان أنا بس أرجع مرة تانية بدأ على فلسطين، ضابط المخابرات اللي موجود هلأ هو أصغر من كيف كان ما قبل الأشهر هاي، يعني في إشي على مستواه. واللي أنا بتخيله لما كنا نشوفهم إنه ليه الضباط الأمن بس بيشتغلوا مع الصحفيين بالعنف هاد، عادة هم بيكونوا أكثر يعني أكثر ما بين قوسين لباقة بالتعاطي مع الصحفيين عشان الصورة، بس اليوم في حالة من 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 الضعف ومحاولة لاسترداد الصورة بأي شكل، وفي قناعة واضحة أنه أنت مش قوي أصلاً بس عم تتنطنط طوال الوقت يعني. ومش بس هيك، أنت عم بتشوف يعني هو مؤزمته أنه هو كان اقتنع أنه القدرة العسكرية تؤدي إلى القوة بطريقة لا نهاية لها، أنه كل ما قدرتك العسكرية تزيد قوتك قوتك بتزيد. هاي الحرب برهنت له انه هذا مش صحيح، وانه العامل البشري اللي هزم بسبعة اكتوبر من ناحية وانتصر من الجانب الاخر هو اللي عم بيحدد مجرى التاريخ. هلا تفاصيل المعارك ممكن يكون صعب، ولكن مجرى التاريخ اللي عم بيحدده إرادة الشعوب. شوفي أشياء أنت ما قبل ما بعد 7 أكتوبر وما بعد الإبادة على مستوى الخطاب، أنت يعني سنين وأنت بتحكي وبتحاضر وبتخاطب، بس اليوم في أشياء أنت فقدت الإيمان فيها وفي أشياء صرت تأمن فيها أكثر من ما كان.
أنا ما فقدت الإيمان بأي شيء من اللي أنا كنت أؤمن فيه. أؤمن أكثر باقتراب اندحار هذا المشروع، أؤمن أكثر إنه اللي حيهزم هذا المشروع، أؤمن أكثر إنه هذا المشروع اللي حيهزمه شعبنا، وأؤمن أكثر إنه قرب اليوم اللي يفقد هذا المشروع فائدته للغرب. يعني بالمرحلة الانتقالية اللي ما حتيجي ما بعد الحرب حتلاقي ازدياد كبير بالقواعد العسكرية الأمريكية، مش لأنه إسرائيل فقدت دورها كقاعدة عسكرية، فحيضطر يجي المعلم يقعد بالمصلحة نفسه لأنه الوكيل مش قادر يقوم بالمهمة. وإيماني كمان أنه الجانب الإنساني من قضيتنا بالنهاية هو اللي انتصر على البروباغاندا كتقنية احترفتها النخب السياسية الغربية. إذا بدي أخصص أكثر، بدي أحكي على المجتمع الأكاديمي اللي أنت دائما تحتك فيه سواء على مستوى غربي أو عربي، واللي جزء منه اهتم بالكارير، عمل دي أكتيفيت لتويتر واختفى. كيف بتشوفه اليوم؟ أنا اللي بشوف الشباب اللي بتبعت مسجز على الواتساب مشان تسأل عن مين الجمعيات الصحية اللي بدها تبعت متطوعين. أنا بشوفه عن العالم اللي عم بتدور على مشاريع تنخرط فيها لدعم القطاع الصحي أو القطاع التعليمي. أنا بشوفها بناس غير مسيسة لأول مرة تحضر اجتماعات لأنه أيقظ فيها هذا الاستهداف المباشر. يعني الإبادة العرقية توقظ فيك العرق لأنه بتحس أنك أنت مستهدف، مش من بسبب خياراتك السياسية أو موقعك الجغرافي قرب الحرب، أنك أنت مستهدف لأنك تنتمي إلى هذا العرق اللي هو في مشروع يريد أن يبيده. إذا بدأ أقول إنه هاي واحدة من النقاط اللي بالأيام القادمة مش رح ترجع لورا، شو في كمان أشياء بالأيام اللي إحنا منعيشها مش رح ترجع لورا مرة تانية؟ هاي أنا نظريتي وما بعرف إذا صح ولا غلط، بس أنا كنت دائما بحس إنه مع كل حرب صارت بغزة، خاصة بعد حرب 21، كانت تتحول غزة خطوة خطوة من منطقة محاصرة لمنطقة محررة، تتصرف بالمرحلة المقبلة كأرض محررة تمثل نقطة انطلاق لتحرير بقية الأرض، يعني زي فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية، زي جبال الأوراس وبقية الجزائر. وأنا برأيي أنه حيمر مرحلة حيحاول المشروع الصهيوني والأمريكاني والغربي أنه يرجع يفوت غزة داخل قمقم الحصار، ولكن أحد نتائج هاي الحرب واللي هو الجزء اللي إحنا هلأ عم بنحارب عليه اللي هو عم بحاول يجوعنا ويموتنا لا يمنع حصوله، هو انتقالنا بقطاع غزة لمنطقة محررة اللي هي آخر مرحلة بحرب التحرير. على مستوى شخصي وخاص، في خيارات شخصية أو طموحات غيرتها؟ خيارات موجودة عندك اليوم غيرتها غير قناعات العامة؟ لا بالعكس، الـ 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 الواحد خياراته هي تبقى، وبالعكس تتعمق. يعني كم هذا الكم من الدم
بيربطك بالمشروع زي ما بيربط كل إشي حواليك بهذا المشروع. معلش خليني أسأل مرة تانية، أظن هي إجابة عامة. على مستوى شخصي، على مستوى خاص، شغلك، حياتك، سفرك، أسرتك، نظرتك تجاه أسرتك، نظرتك تجاه العامة، نظرتك تجاه فلسطين، بس هاي الأشياء الخاصة الشخصية لكل واحد. يعني أنا بحكي لك على ناس اليوم صافني أنه أنا كيف أجيب أولاد على هذا العالم، وفي ناس تاني إذا كانت بتفكر ده تتجوز بطلت. يعني هاي المرحلة اللي الكل قاعد بعيد النظر بأفكار شخصية وخاصة، لأنه كمان هي فيها فارق من ما قبل، أو على مستواك أكيد فيه. آه لا، ال- 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 الارتباط بغزة صار ارتباط أعمق بكتير، أعمق يعني أعمق إنه ارتباطي بقطاع بغزة هو اللي حيرسم ما تبقى لي من هاي الحياة. يعني بتحب تكون أقرب ل بتحب تكون أقرب ل لهاي المنطقة؟ آه بدون أدنى شك. يعني بالنهاية اللي عم بدور عليه هلا هي أنسب الطرق. يعني شوف، هذه المجزرة عاد تكوين هويتنا زي أو شخصيتنا زي ما 48 أعاد تكوين شخصية أهلينا. والواحد لسه عم بيشوف، عم بيحس كيف عم بيتغير كفرد، ولكن إيش حتنتهي لما تنتهي هاي الحرب. بس بدون أدنى شك الكل عم بيتغير، كل عم بيتغير على مستوى شخصي وخاص. بحكي لك يعني أنا على مستوى شخصي بقدرش أتخيل حالي أو نظرتي اتجاه البلد أو حتى تقارب ما قبل 7 أكتوبر. يعني هذه الحالة تبعت أنه أنت كنت بتعمل بينك وبين حالك مساومات أو مناورات، وهنا مش الإشي الإكستريم تبعها التاني اللي هو يعني التطرف أو الراديكالية، بقدر لا أنه في أشياء أنا ما عنديش استعداد أخوضها كتير. ما عنديش استعداد أفكر فيها كتير. يعني شوف، هو زي اللي كان ساكن جنب واحد قاتل وأزعر، وبعدين اكتشف أنه هذا سيريال كيلر. فبدك تاخذ قرار، انت يا بدك تسيب هالكوكب يا انك بدك تنهي وجود هالسيريال كيلر، لانه انك تضلك ساكن وعينك على الباب اي لحظه بده يفوت السيريال كيلر ويكمل عليك، لانك انت عارف انه لحظه ما السيريال كيلر بيقتل اول واحد ما حيقدر يوقف. صح. انا بعتقد انه مجبورين ننتقل هلا لاسئله الجمهور. بلاش يطلع في سيريال كيلر موجود بينهم. فأستاذ طارق، أخوي طارق، ممكن تضوي لنا الضوء؟ شكرا تحملتونا. شكرا أحمد وشكرا غسان كتير. رح نفتح المجال للأسئلة من الجمهور، اللي حابب يسأل سؤال يرفع إيده وفي مايكروفون بيجي لعنده. بس يعني كملوا تقارب معنا، كملوا. أنا عندي سؤال. أولاً شرف كتير كبير لنا كلنا أنه أنت جيت وحكيت اليوم، لأنه صلنا عم نتابعك من 7 أكتوبر. بس عندي سؤال معليش، اللي هو نفس ما بيتعلق بالطب بس بيتعلق بالعمارة، لأنه مثل ما أنت اشتغلت باليمن والعراق أنا كمان اشتغلت باليمن والعراق. بدي أعرف إذا في أي تخطيط أو تفكير، بعرف انه شوي بكير هلا، حتى نقدر نعمل شيء من ناحيه اعاده الاعمار او اعاده البناء. هلا اذا في تخطيط او تفكير، المفروض يبدا يصير في تخطيط او تفكير. انا ما بعرف اذا في، انا بعرف انه بالمرحله الاولى محاوله الاستفاده من تجارب الدول اللي صار فيها زلزال واعاده فبركة وصناعة المنازل المتنقلة كحل أولي مشان يصير في عملية إعادة البناء. هذا من برأيي من أهم الأشياء اللي لازم تصير، لأنه لازم تخلي، لازم تسكني الناس ببيوت لتقدر يتفضي المدارس، لتقدر ترجعي الأولاد على المدارس، لتقدر تشغلي العيادات، لتقدر تطلعي الناس من العيادات. وإحنا شفنا أنه تجارب سوريا وتركيا
بعد الزلزال صار في تطور بهندسة البيوت الجاهزة الكرفانات بالمنطقة ويجب الاستفادة منه مشان يصير في إعادة بناء لما دمر بغزة. هناخد من النص. حكولي في لعبة مناسبة يمين نص شمال هيك. يا سلام من النص. مرحبا. أنا اسمي شذى حنعيشة من جنين، صحفية من جنين. فما في أحكي لك أهلا وسهلا فيك هون لأنه أهلا وسهلا فينا إحنا اثنين. عندي سؤال، كوني أنا كنت موجودة برضو بعد 7 أكتوبر، كنت موجودة بغطي الأحداث في جنين، فكنت بشوف كيف الأطباء اليوم بجنين، كنت برضو بقارنهم بالأطباء الموجودين في غزة. في أحكي لك أنه ممكن الأحداث المكررة أنه طورت من عمل الأطباء أو خلتهم يكونوا أكثر ذكاء، أكثر قوة، أكثر قدرة على التعامل مع الجرحى. بس يعني بقدر أحكي أنه بجنين ما وصلوا لهاي المرحلة اللي وصلت في غزة. يعني في غزة كنت بشوف أنه بأقل الإمكانيات، بأقل، بدون كهرباء، بدون عدة، بدون أي إمكانيات، قادرين أنهم يجروا عمليات. كيف ممكن نوصل لهذا المكان؟ هل يعني سوري على فكرة أنه هل إحنا بحاجة لكل هاي الأحداث عشان نوصل لهذا الخبرة من هاي الأطباء لحتى نقدر ننقذ جريح؟ لا، إحنا اللي بحاجة له للتخلص من السم تاع أوزلو اللي هو لسه بيحدد للأسف جزء كبير من نمط العمل الصحي بالضفة الغربية. يعني تلت إذا مش 40% من القطاع الصحي بالضفة الغربية هو القطاع الخاص، وكان جزء من أوزلو تدمير القطاع العام لمصلحة القطاع الخاص، واستمر هذا المشروع بالضفة الغربية ولا يزال مستمر. ثقافة أوزلو اللي هي ثقافة مبنية على الخلاص يعني شوفي الحياة مكونة من خيارين، يا بيؤمن الواحد بالخلاص الفردي يا بيؤمن الواحد بالخلاص الجماعي. ثقافة أوزلو اللي هي ثقافة الرأسمالية كما يراها الغرب بالعالم الثالث مبنية على ثقافة الخلاص الفردي. ما بتقدر تبني قطاع صحي مقاوم، ومقاوم مش بالبند العريض، انه مقاوم بيقاوم الهجمات المتكررة اللي بتصير على أهل جنين بدون ما تتخلص من ثقافة أوزلو. ما فينا نتخلص من أوزلو. أنت بتتخلص من أوزلو بالاشتباك المباشر مع إسرائيل، بتخلص من أنماط الحياة والثقافة اللي مرتبطة بأوزلو، وشوي شوي المجتمع بيرجع يتعافى من أوزلو. أنا باعتقادي كمان بسليمان إحنا منعيش أصلا ما بعد أوزلو، يعني بس حقا منعيش بس ما بعد أوزلو. بس ثقافة أوزلو لسه موجودة، يعني هي أنت بتعيش ما بعد أوزلو كمشروع سياسي أو كالجزء الجزرة اللي عطوك إياها لتبلع أوزلو أنت تخطيته، بس العصا تاعت أوزلو موجودة. بس كمان وين غزة شو صار فيها؟ كمان حتى فكرة الاحتلال بحد ذاته بطل قبلان في أوزلو، فأنت عم بتشوف إنه هذا الاتفاق اللي كان جاي بمجموعة من الامتيازات بوزعها على طبقة سياسية ما يعني عم بفرط. إحنا نشوف إذا في سيريال كيلر هون. بس سيرة ثقافة أوسلو، يعني معمول ثقافة أوسلو وفشلها وهزيمتها، شو بتلاقي الثقافة البديلة؟ طبعا المقاومة، بس في شيء مشروع سياسي حاليا غير حماس كمان ممكن يشكل هذه الثقافة أو يشكل مشروع وطني فلسطيني تكون كمان مقدمة لحركة تحرر فلسطين جديدة؟ يعني كمان بس كمان عندي يعني كمان ما فينا ننكر بالمرة دور منظمة التحرير قبل أوسلو كحركة تحرر، يعني مع كل
انتقاداتنا لها وشوائبها، بس كمان كانت حركة التحرر مهمة كحركة التحرر الوطني فلسطيني كمان. شوف إذا بدك تشوف المراحل المفصلية اللي صار فيه أكبر تغيير داخلي فلسطيني، اللي أحدث التغيير الداخلي الفلسطيني هي عمليات تبادل الأسرى. عملية تبادل الأسرى تحت القيادة العامة بال85 هي اللي خلقت قيادات الانتفاضة الأولى. عملية تبادل الأسرى اللي صارت آخر وحدة هي اللي غيرت بقيادة المقاومة جوا غزة وحولتها من خط سياسي إلى خط سياسي مختلف. وأنا برأيي اللي خايف منه الإسرائيلي، من الأشياء الكتير اللي خايفة منه الإسرائيلي، هو عملية التبادل اللي حيضطر يعملها، اللي هي حتطلع حتفجر طاقات أو تطلع طاقات هو حطها جوا السجن ليقدر يمنع من يمنع وصولها لساحة المعركة. فأنا اللي بشوفه إنه شغلتين، كم هذا الدم هو محرك للتاريخ، يعني هذا الكم من القتل والموت محرك للتاريخ. تبعات هزيمة إسرائيل حتغير كتير من الأشياء، واحدة من التبعات الهزيمة هي عملية تبادل الأسرى. اطراد عن سؤال يمكن يكون حساس بهالوقت، هل ترى أنه حركة حماس ممكن يكون حركة تحرر بالمستقبل؟ هي حركة تحرر، يعني هو هي يعني هي حركة تحرر، يعني هي حركة، يعني مش بس هيك. شوف الواحد بده يكون عادل، حتى لو ايديولوجيا لا يرى نفسه، بالنهاية في اشي صار ما صار بحركات التحرر الوطني بالعالم من يوم احتفال التت بفيتنام بال68. بفيتنام على احتفال رأس السنة التت قرر الفيت كونغ انه هن حيجتاحوا كل القواعد الأمريكية بفيتنام. هلأ عسكريا تخلوا عن جزء كبير من الادفانتج اللي كان عندهم، انه تصرفوا كجيش نظامي وتم استهدافهم، بس بنفس الوقت اكتشفنا بعدين لما بدت تطلع الاوراق والوثائق الامريكيه انه بعد التت اوفنسيف اكتشف الامريكاني عبثيه الاستمرار بالحرب، وبدت مفاوضات باريس اللي هي بطريقه جاده. الذهنية اللي صار، اللي هي حست انه ممكن انك تعمل اللي انعمل، هاي تحرري، يعني هي تحررت من هزيمة، تحررت من الاحساس بالدونية. يعني الاسرائيلي كان عم بيجي تقارير عن كل تفاصيل اللي كان يعد له بسبعة اكتوبر، ولكن عنصريته خلته غير قادر انه يتخيل انه ممكن اشي يصير. بنفس الوقت ذهنية اللي صار هي كانت تحررية. شكرا احمد. بعد هالأربعة أشهر والخمسة أشهر من الحوارات والمقابلات، هل في سؤال ما سألته وجاي عبالك تجاوب عليه؟ هل بيكون في محل أنت بدك تروح عليه بالحديث وما عم تقدر أو ما عم تنسأل؟ بتمنى تحكي لا. لا 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 ما في، يعني ما زي ما بيقولوا العراقية خلص الحكي، خلص في عم بيصير قدامنا شيء مهول.
بس علينا انه نحاول نشوف ايش اللي ممكن نقدر باي مكان كافراد وكمجموعات نقدر نكون جزء من صناعة هذا التاريخ. وجودك معنا وعن جد نحن بنكبر فيك. فسؤالي شوي بيرسونال، كطبيب المشهد بغزة كان كتير مأساوي، بعد خروجك من غزة كيف قادر تتعايش مع الموضوع، وزيادة كيف حتكفي مهنة الطب؟ شوف، هو بدون أدنى شك يعني أنا تعلمت من الحروب الماضية ومن تفجير المرفأ ببيروت اللي حضرته إنه الواحد ما يستهين بالصحة النفسية ويتعاطى معها كي زي أي إصابة بطريقة استباقية. فهذا الجواب على الجزء الأول. الجزء الثاني، ممارسة الطب بالعكس يعني ممارسة الطب اللي هي جذبني لإلها من أول هي قدرتك على أنك تكوني داخل حياة الناس بطريقة ما بيسمحوا لأي حد تاني تكوني جزء من حياته. مرحبا، أول إشي شكرا جزيلا لهاي الحوارية. وعلى موضوع الصحة النفسية، فأنا حابة أسأل إذا يعني كيف لقيت الناس بغزة عم بيتعاملوا بالصحة النفسية بالذات، إنه بس بنحكي عن قطاع الصحة عادة بنروح أكتر للجلسات ومش الصحي، ونفس الوقت أنا التساؤل تاعي عن أكترية الدراسات عن كيف نحن نتعامل مع هدول الأشياء مع الأمراض الصحية النفسية هي أجنبية. فإيش أنت لقيت بكيف نحن كعرب اللي عايشين بهدول الأزمات منلاقي طرق إنه نحن نرجع لنفسنا ونرجع لمجتمعنا عشان نعالج الأمراض النفسية اللي عم تطلع من هدول الحروب، بدل ما نحن بس نعتمد على الطريقة الأجنبية، ولا بتلاقي الأجنبية كفاية؟ لا، يعني الأجنبية اللي صار بغزة هلأ برهن فشلها، اللي هي مبنية على الفردية، العلاج الفردي. انت عندك 2.25 مليون شخص تعرضوا للأذى النفسي، في منهم تعرضوا للأذى النفسي ما فينا نتلاقي طبيب نفسي عمره يتخيل اللي هن تعرضوا له. ولكن في حاجة بسبب هذا العدد لإعادة رسم المساعدة أو التدخل الطب النفسي كتدخل طب عام. يعني انت بدك تخلقي هرمية الطب العام بالتدخل النفسي على مستوى المجتمع وعلى مستوى المجموعات وعلى مستوى. والشغلة الثانية الأساسية انه هاي المجتمعات تعرضت يعني قاومت الموت مع بعض، وانا برأيي جزء من علاجها النفسي حتكون علاج جماعي مش علاج فردي. الجزء المذهل باللي عم بيشوفه الواحد بالقطاع الصحي على مستوى الأفراد، قديش في دعم، قديش في أطباء عم بيتطوعوا ليروحوا عمرهم ما كانوا، قديش في أطباء عم بيطلعوا على مظاهرات عمرهم ما طلعوا بمظاهرات ببريطانيا على مواضيع بتمسهم شخصيا، يعني بتمس القطاع الصحي البريطاني ما كانوا يتظاهروا مشانها عم بيتظاهروا مشانها. الناس أولا تحررت من أدوات البروباغاندا التقليدية، فبدت تشوف في الصورة، والإحساس اللي عند
القطاع الصحي هي إحساس متزايد، لأنه هو عارف إيش بيقدر يعمل إذا كان هناك. بدنا لازم ننهي، شكرا. المكان انا عمري ما تخيلت انه انا حينزل فوق راسي الصاروخ. وكانت تجربة كتير صعبة، لانه لما تكوني بوسط الهجوم، يعني طول حياتي العملية بنكون احنا بالمستشفى والجرحى بيجوا للمستشفى، حتى لو كان القصف بمحيط المستشفى. لما انضرب المستشفى الاهلي المعمداني، المستشفى هي اللي كانت المكان الاستهداف، فاللي حواليك هن المستهدفين وبما فيهم انت. فهي هاي المرحلة اللي بتتحول من استيعاب صدمة اللي صار، لانك تتأكدي انه انت قادرة تكملي وتعالجي اللي حواليك، لا تقدري تروحي على اللي حواليك. هي بتكون دقائق بس، بتحسيها ساعات، لأنه أول ما صار وقع السقف، وبعدين لا يقدر الواحد يستوعب إيش اللي صار ويطمن إنه الزملاء اللي حواليه إصاباتهم خفيفة، وبعدين لا يطلع ليشوف حجم الكارثة اللي صارت، وبعدين يبدأ يباشر بمعالجة الجرحى. هاي كانت أصعب واحد، ضلها أصعب نقطة بحياتي. يعطيك ألف عافية. بدي أسألك كيف كان الحوار هذا؟ هاي أول تجربة إله إلك أظن بودكاست قدام الجمهور كمان. هذه تجربة جديدة ونشوف الفاينل برودكت. وان شوت فيش مونتاج. يعطيكم ألف عافية. أنا مجبور أستغل وجودكم كلكم عشان أول شيء أشكر الدكتور على الوقت، وأخص كمان بالشكر الصديقة الدكتورة ريما على الضغط اللي تحملته. سبقتيني. شكرا كمان لعصابة النادي الفلسطيني الكبير بإدارة جنى. يعطيكم ألف عافية، شكرا كتير، وبتمنى يعني كان أجبنا على جزء كبير من أسئلتكم، عملنا جولة مع الدكتور مختلفة عن مقابلات تانية، ونشوفكم في حلقة جديدة في بودكاست تقارب الأسبوع الجاي.